بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب شرح الحكم العطائية للشيخ العارف بالله علي بن عبد الله بن أحمد باراس، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا، وهل أسدى إليك إلا مننا. حسن الظن بالله أصل كل خير، ومنبع كل فضيلة، وأنجح كل وسيلة، وبه نال ذو الفضائل واعتمده كل محقق واصل، وعنده يكون لك كل ما أنت آمل، وتصلح معاملة كل عامل. فإذا أراد الله أن ينيل عبده فضيلة ويوليه جميلة، جعل حسن الظن بالله له إليه سلما. والخلق في حسن ظنهم بالله على قسمين، بل أقسام كثيرة، فمن خاصة وعامة، وهم أيضا صنوف وأقسام عديدة. فالخاصة لما عرفوا ما هو عليه سبحانه من النعوت العليا والصفات الجميلة، حسنوا ظنهم به لما ترشح في مشاهد أسرارهم من أنوار صفاته وتجليات ألطاف ذاته، فلم تغيرهم اختلافات العوارض الكونية والآلام البدنية، لما تمكن في أسرارهم من لطيف جماله وعلي كماله. فهؤلاء حسن ظنهم به لا لشيء ولا بشيء، بل هو عليه وبه لا بحدوث عرض. والعامة لما لم يشهدوا ذلك ولم يحظوا بما هنالك، فحسنوا ظنهم به لكون آيات فضله عليهم متواصلة، ومزايا بره لديهم متزايدة، ولم يعودهم إلا لطفا وإحسانا وفضلا وامتنانا. فالأولون مأمون الإنقلاب عما هم عليه، لأنهم حسنوا ظنهم لا لعلة ولا بعلة. والعامة غير مأمون الإنقلاب لتقلب الأحوال، فلربما يضعف عن حسن الظن به مع وجود المؤلمات وحصول المنغصات. والذين أحسنوا الظن به لكونه أهلا لذلك مستحقا له، لا يتطرق إليهم سوء الظن لأجل حصول شيء مما ذكر، لأنهم مستغرقون في شهود الأوصاف العلية والنعوت السنية. والأحاديث والأخبار والآثار في حسن الظن أكثر من أن تذكر وأظهر من أن تشهر. منها حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي. ومنها: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. وأما الآثار بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وعن نبيكم، إلى أن قال: وأما الآثار فما روي عن أحد من أهل الله إلا وكان أغلب أحواله في عموم أوقاته حسن الظن بالله، فطرزوا به الكتب والدفاتر، وزينوا به الخطب والمنابر، سيما من كان مقامه أرفع وعلمه أوسع، فلا يكون جل مقامهم مبالغ كلامهم إلا في حسن الظن بالله، فهو من أجل مقامات العبودية. فلو كان عمل أرجى منه أو حال أشرف منه، لكان ينبغي للعبد أن يتصف به عند خاتمة عمره. فلما لم يكن أشرف منه حال ولا أرفع منه من أحوال العبد كمال، دلنا عليه الناصح الشفيق فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله. فلا ينبغي للعبد أن يفارقه حسن الظن بالله لمحة ناظر ولا فلتة خاطر، لأنه لا يأمن هجوم الموت عليه في حال من أحواله، ولا يناقض كونه خاشيا وخائفا. فإنك إذا قدمت على ملك كريم أوعدك بالعطاء وجميل الوفاء، تكون على ثقة من ذلك مع ما أنت عليه من هيبة الملك وخوف سطوته، فذلك مشاهد. ويتأكد حسن الظن بالله عند النوازل، لأنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإياك أن تخرج عن حضرة عنديته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالكل ظان بالله ظنا، فكل ظن على حسب ما حقيقة العبد عليه منطوية. فلا أدل على سابقة الحسنى من الله للعبد من حسن الظن بالله. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم، إلى أن قال: ولا يكون حسن الظن وهو مخالف حسن الظن ولا يكون حسن الظن وهو مخالف للأمر ومنتهك للمحارم،
أما إذا كان كذلك أي منتهكا للمحارم تاركا للأوامر فهو زندقه وخروج عن الحد المطلوب فإن تمادى وتدين به ونبذ أوامر الله فذلك دليل المكر فكل من كان ظنه بالله أحسن كان لأمره أحفظ وعلى محابه أحرص ومن مكره واستدراجه أخوف وذلك دليل الكرب إذ خاصة الملك أشد خوفا وهيبة له من أهل البوادي والقاسين في أباعد النواحي ومع كونهم أشد الخلق خوفا منه هم أرجى الناس لفائدات عطاياه وأحراهم بمنانه ومزاياه ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولي في ذلك فحسن الظن كي تحظى به كذلك فكذا يكون لك كل ما ترجو وتحتسب إن لم تنل من شهود الواصلين فذا لما إليك من الإنعام والنسب فكيف ترجع عن باب الكريم إذا قصدته عند فقد الحول والسبب فإذا أردت حسن كمال الظن بالله فعليك في عامة ليلك ونهارك بتعلق قلبك بوحدانية الله واستعمال جوارحك جهدك فيما يقربك إليه زلفى وابذل الوسع فيما يبعدك من القواطع عنه بعدا فعندما تصفو لك المشارب وتحقق لك المطالب ترى يقينا أن كل ما سوى الله عز وجل مفارقك ومتخلف عنك ومتبرئ منك وأن الذين لا يفارقك ولا يتخلف عنك هو سيدك ومولاك عز وجل وذلك سوى كائن ما كان من دنيا وأهل وأقرباء وأصدقاء فعندما يتحقق تخلف الكل عنه وانفكاك كل مقارن وغيبة كل معاين قال المؤلف رضي الله عنه متعجبا بعد تحقق ذلك العجب كل العجب ممن يهرب مما لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله أكبر وله الحمد لا إله إلا هو أنت بحكم إيمانك بالإله الذي خلق يجب أن تعبده وتطيعه بما فرض عليك من العبادات ومما فرض عليك حسن الظن به فلا يجوز أن تتخلف عن هذه العبادة ولا أن تنفك عنها فيجب وقد علمت هذا الإله في عظمته أن تحسن الظن بالله ولك في تحقيق حسن الظن بالله وتثبيته في باطنك إحدى طريقين طريق للعامة طريق للخاصة وكل من أهل الطريقة الأولى والثانية لهم مراتب ودرجات تختلف من واحد لآخر فالعامة يشاهدون كيف اعتنى بهم من نطف إلى علق إلى مضغ إلى عظام إلى كسوة رحم إلى خروج من بطون الأمهات إلى ما قذف في قلوب الآباء والأمهات من رحمتهم وتربيتهم إلى ما دفع عنهم من أنواع المصائب والنواي إلى ما أعطاهم يبيتون أمنين وينامون ويطعمون ويشربون ويتنفسون هذا الهواء الذي جعله ضرورة من ضروراتهم مجانا وفي طول أعمارهم ويجدونه في الديار والشوارع والأماكن المختلفة وحيثما ذهبوا ويجري لهم الدوراتهم الدموية ويلاحظ جهاز تنفسهم ويشير عجائب من المنان قدامهم فيرون معاملته لهم فيحسنون الظن بالله أن المعامل بهذه المعاملة سيتم النعمة ولكن إذا أشرفوا على مراتب المعرفة بالله صاروا يحسنون الظن به لما يعرفونه من صفاته ولما يعرفونه من عظمته جل جلاله وتعالى في علاه فيقول إذا لم تصل شيء من مراتب الخواص فلا تقصر
وتنقطع عن مرتبة العوام من المؤمنين، ولا مجال إذن لليأس أبدا، ولا لسوء الظن بالرحمن جل جلاله وتعالى في علا، بل سوء الظن هو الذي حل بالكفار والفجار فأرداهم، بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فحسن الظن بهذا الإله، فإن حسن الظن بالله أصل كل خير، ولحسن الظن لازم، فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. وحسن الظن بالمولى ترى البشرى، فالرب عند ظنون العبد فلتدرى. جاء الحديث بذا فصغي إلى الذكرى، والبس من الصبر سربالا لدى الضجر، واسأل من الله كشف البؤس والضرر. الله الله، يقول حسن الظن بالله أصل كل خير وأنبع كل فضيلة، ولهذا قالوا لا يتم الوصول إلى الله إلا بحسن الرجاء وصدق الرجاء. فالرجاء إذا تحقق به العبد وصل إلى الله. والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء، فاحطط هنا. وكيف لا ترجوه وهو الذي تعنو له الوجوه، يعطي ولا يبالي، ويرحم ولا يبالي، يعذب ولا يبالي، يعني هو محل كل رجاء ومحل كل خوف، فلا ينبغي أن تخاف إلا منه ولا ترجو إلا هو. فعلى قدر ما تعرفه تكون كذلك، وإلا تسلط عليك رجاء غيره وتخيب، وتسلط عليك خوف غيره وتخيب. وإذا بقيت معه فهو الذي ترجوه ليتخافه يعطيك ما ترجو ويؤمنك مما تخاف. الله الله. وبه نال ذوي الفضائل، فضائلهم واعتمده كل محقق واصل، فلا وصول الله إلا بصدق الرجاء في الله. فإذا أراد الله أن ينيل عبده فضيلة ولي جميلة، جعل حسن الظن بالله له سل إليه سلما. قال سيدنا الشافعي عليه رحمة الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. مهما عظم ذنبي فعفوك أعظم. وهذا اليائس مذهب مدرك كأنه يقول أنا عندي من الذنب والعصيان ما يغلب ما عندك من العفو والغفران. تقول هكذا على ربك قليل الأدب؟ مهما عظم ذنبك فهو أعظم بعفو مرت، لكن صدق معه في حسن الظن تب إليه، أنيبوا إلى ربكم يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله غفور رحيم من الغفور الرحيم. وأنيبوا وأنيبوا إلى ربكم، يعني حققوا حسن رجائكم وظنكم في بإقبالكم عليه. أنيبوا ربكم أسلموه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم عذاب باتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي أحسرتها على ما فرطوا في جنب الله وإن كنتم من الساخين، وتقول لو أن حين ترى العذاب لو أن لك ردا فأكون من المحسنين، أو تقول لو أن الله هداني لكنتم من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت واستكبرت. هكذا محسن الظن بالله محسنون للعمل لله، محسنون للمعاملة، لأنهم أحسنوا الظن. ولا يتناسب حسن الظن مع سوء العمل أصلا، يكون هذا زندق أو لعب كذب. وإذا أحسنت الظن بواحد كيف تحترمه؟ كيف توقره؟ كيف تبحث على إيش اللي يحب وتفرح به؟ ما أنك محسن الظن به، ولا أنت يائس من نوع ما تبالي، لكن إذا عندك حسن الظن به يا مرحبا يا مرحبا الله يحفظكم إيش بغيت نعمل، لأنك محسن الظن به وربما طامع في شيء مما عنده
أهلا وسهلا على العين والرأس، مرحبا، حاضر حاضر طيب. وإذا كيف تحسن الظن بالله وبعدين تعصي تقاتل؟ ها هكذا حسن الظن هو؟ حسن الظن بالله مرحبا، لبيك لبيك اللهم لبيك، أنا عبدك بين يديك، أبوء بنعمتك على أبوء فاغفر لي، هذا حسن الظن الصحيح، هذا حسن الظن الصحيح الطيب المليح الفائض بالمنح والعطاء من حضرة الحق سبحانه وتعالى. يقول: واعتمده كل حق عنده يكون لك كل ما أنت آمل بل وفوق المآمل، وتصلح معاملة كل عامل، فإذا أردت أن يجعل عبده فضيلة ولي جميلة جعل حسن الظن بالله له إليه سلما، فنعم السلم نرجع عليه. أحسن الظن فيما يعطيك في الليالي هذه والأيام وهذه اللقاءات والاجتماعات، بتحصل أكثر مما تؤمل مهما صدقت معه. هل تسمع؟ هذا هو الحق. والخلق في حسن ظن بلا قسمين، قال لك أقسام كثيرة خاصة وعامة، خاصة عرفوا ما هو عليه سبحانه من نعوت والصفات الجميلة حسن الظن به. الله أكبر. ترشح في مشاهد أسراره من أنوار صفاته وتجليات ألطاف ذاته ما أيقنوا به أنه يجب حسن الظن فيه، وأن عنده فوق ما أملوا وأعظم مما رجوا وخير مما ظنوا بيجي. إيش حصل لهم؟ قال ترشح في مشاهد أسرارهم من أنوار صفاته وتجليات ألطاف ذاته، ترشحها في مشاهد أسرارهم من أنوار صفاته وتجليات ألطاف ذاته، فلا سبيل لهم أن يخرجوا عن حسن الظن بأصلا. ولم يجد سوء الظن إلى قلوبهم في قلوبهم محلا أنهم عرفوه، فكانوا عليه معتمدين وعليه متوكلين وإليه مستندين وفيه طامعين ولما عنده راجين، والأمر كله إليه مفوضين. تعلم ذلك واسلك شريف المسالك، نجانا الله من جميع المهالك. يقول: فلم تغيرهم اختلافات العوارض الكونية والآلام البدنية لما تمكن في أسرارهم من لطيف جماله وعلي كماله. وقالوا لواحد من هؤلاء: وقد ابتلي في جسدي ببليات كثيرة وصار مقعد ولا يقدر يقوم، وعنده أنواع من الأمراض، ومر به من يمرق، الحمد لله على ما أعطاني، الحمد لله ما تفضل في علي فجين زي تعجف يشوفه إنسان مقعد ومريض يقول: إيش أعطاك هذا؟ يتفضل بلي، قال: يا هذا أعطاني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. شو قيمة لهذا؟ شوف أعطاني، عندي قلب شاكر له ولسان ذاكر له، كيف تقول إيش أعطاك؟ أعطاني شيء عظيم. فيشهدون عجائب فضله، ويعلم أن كل ما ينازلهم وراءهم من 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 ثواب وجوده وفضله عليهم شيء كبير، يكون ما تغيرهم الحوادث. إن جت شدة وإن جت حسن ظنهم ما ينقص ما يقل بل يزداد. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: عند العوارض الكونية والألام البدنية لما تمكن في أسراره من لطيف جماله وعلي كماله حسن ظنهم به تعالى لما عرفوا لا لشيء ولا بشيء، بل هو على الله وبالله ولله خالص. العامة شهدوا أفعاله، وهؤلاء أحيانا لما تقع شدة يقول ها ها يبدي عجيب ما عرف الله تعالى، بس عرف كريدة اشتدت عليك كثير، يقول هل في شيء، هل حصل عمر ثاني ولا ما عدو كما أظن، ولا
لأن ما يؤمن عليه أن ينقص حسن ظنه يتغير بتغير بحصول حلول بعض الشدائد التي تحل به ويتململ منها لأنه ما عرفه وما صار محسن الظن به له حسن الظن به ببعض الأشياء اللي يحسها لما تغير هذه الأشياء اللي يحسها يرجع يتقلقل ويتململ مسكين وما هو هكذا ولو تأمل وجد نفسه فيما هو فيه في الطوف عاد إذن بس تخفى على حين إنسان هذا سبحان الله إنسان هذا جهود دائما كفور إنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير إلا الذين تربوا إلا المسلمين المساتم دائما هؤلاء ما تأثر فيهم الحوادث والثانيين تو بسرعة أي حادث يأثر عليه يقول لما لم يشهد العام ذلك ولم يحضوا حسنوا ظنهم للأيادي إذنهم فالأولون مامونوا الانقلاب والعام غير مامون الانقلاب لتقلب الأحوال ربما يضعف عن حسن الظن مع وجود المولمات وحصول المنقصات أما الذين أحسنوا الظن به لكون أهلا لذلك لا يتطرق لهم سوء الظن ولو كان ما كان هيا يا بلال أكفر بمحمد هذا ما جاء به يقول أحد أحد يضرب يقول أحد أحد يجر في بطح مكة الحرة أحد أحد ضع الحجر الثقيل على صدره في الحر وشمس أحد أحد ما يرجع أبدا ولا يقصر حسن ظنه بالله أبدا الله أكبر أحد أحد قال نبينا عن ربنا أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء كما جاء في رواية الصحيحين وغيرها وفي رواية مسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله فلما كان أمر شريف قال نصحنا النبي لا نموت إلا عليه قال لو لم يكن أشرف لو كان في حال أشرف منه ولا أرفع من أحوال العبد بيدلنا عليه الناصح الأمين لكن الناصح الأمين شفيق قال لك هذا الخصلة خلا موجودة عند لقائك للرب تعالى لا يموتن أحدكم لو هو حسن الظن بالله لما مر على بعض الشباب الموفقين في أواخر أنفاسه وعند الموت يقول له كيف تجدك قال يا رسول الله أجدني أرجو ربي وأخاف ذنبي قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وما تعالى حسن الظن بالله جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا قال الكتب العارفون والعلماء طردوا بكتبهم ودفاترهم زينوا بخطابهم حسن الظن بالله فهو من أجل مقامات العبودية فنصحنا النبي أن نتصب عند خاتمة العمر خاصة وفي العمر عام فلا ينبغي يفارقنا حسن الظن بربنا لمحة ناظر ولا فلتة خاطر يا رب لك الحمد تتم النعمة علينا وهو في كل لمحة وفي كل فلتة يمكن يحصل لك الموت فهمت أنت حسن الظن بالله وهذا كل ما يناقض كونه خاشيا خائفا مهتابا مجلا لأمر الله تعالى أبدا بل صحة حسن الظن يقوى بها الخوف ويبقى بها الهيبة تقوى ويقوى هذا بهذا وهذا بهذا وهكذا يمد هذا فأما إذا انفرد الواحد عن الآخر فهو الضر يدعي حسن الظن كذاب يدعي أو يكون يائس من مكره يدعي الخوف كذاب وهو يائس من رحمة الله وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعند النوازة قال يتأكد حسن الظن بالله أن حسن الظن أن عند ظن عبدي بي فما تخرج عن عندي يديه فهو يكون عند ظنك إن خير فلك الخير منه وإن ظنك شر خذ الشر كل ظن بلا ظن لكل ما ظن لا إله إلا الله جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم واحد مريض أعرابي يقول له عنده حمى يقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله قال ما طهور
بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال تسلم فنعم إذن خلاص خذه نصيبك. ظن خذه وزادت عليه وزادته القبر ولا قبل بشارة النبي ولا أحسن الظن بالله ولا بالرسول وروح مسكين. قليل حمى وروحت به ما عرف عظمة الله الذي كم أعاشه في الحياة بلا حمى ساعات وأيام وأشهر أو سنين سنين ضوء ذهين قليل حمى كم أيام بيخلط بينسى الفضل قليل أدب. ما قل الأدب قال فنعم إذن هذا هو لا إله إلا الله اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبخلقك. قال ولا يمكن أن يكون حسن الظن بالله وهو مخالف لأوامر الله. واحد يحسن الظن أن 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 بك أنك تعطيه أنك تكرمه يقوم يضربك. ليش؟ قال أن حسن الظن حسن الظن تضرب يعني يخالف أوامرك. ليش؟ قال أن حسن الظن أنت تحسن الظن بي تخالف أوامري يعني تحسن الظن بي كان تأدب معي تحسن الظن بي يمتثل أمري ما لك ذا ما يحسن الظن مع المخالفة ما يعطيك الله تماما. قال حسن الظن إنا لله رجعوني. إذا قلت حسن الظن ما بغيت حسن الظن حقك شلك حسن الظن حقك لك لطم نفسك روح حسن الظن بنفسك ولطم لا تجي تلطمنا أنا. وهكذا من يدعي حسن الظن بالله ويعصي يعصي ما لك حسن ظن والله ذا هذا حسن كفر هذا حسن شر ما هو حسن ظن هذا حسن هذا إساءة أدب هذا ما هو حسن ظن. حسن الظن يندم يرجع يخشع يخاف لا إله إلا الله. فقال فإن تدامد وتدين به ونبذ أوامر الله فذلك دليل المكر. من كان ظنه بالأحسن كان لأمر أحفظ وعلى محابة أحرص ومن مكره واستدرجه أخوة ومن مكره واستدراجه أخوف. اللهم قربنا إليك. قال هذا دليل القرب. قال خاصة الملك أشد هيبة له ومخافة من العوام والبادة والبوادي والبيدة دول يعرفونه ويعرفونه ويفزعونه لأنه إذا غضب على الواحد منهم بيخرجه من القرب إلى فين أما ذاك هو قد بعيد هناك وهذا يخاف أكثر القريب يخاف أكثر لأنه بيخسر شيء كبير ما البعيد كنت بعيد هنا. كل من كان أقرب الله كان خوفه منه أكبر ورجاء فيه أعظم أيضا. فيا ما أحسن حسن الظن. وهكذا سمعتم قصته سيدنا عبد القادر الجيلاني في أدبه مع الله وحسن ظنه قولي له وقد زاروا بعض الأولياء معه اثنين واحد منهم يقول أنا بامتحن هذا الشيخ تظاهر بالولاية والصلاح معي مسائل امتحنه بها. قال ثاني جيت أنظر حاله أنظر كيف هو. قال سيدنا عبد القادر أنا قصدته لله ومن أجل الله أرجو بزيارته أن يرضى الله عني وأن يقبلني وأن يجرني ويثيبني على زيارة من أحببته من أجل الله تبارك وتعالى. وخرج الشيخ عليهم جلس معهم قال فلان جيت امتحنا معك مسائل مسألتك الأولى كذا وجوابها كذا الثانية كذا وجوابها كذا الثالثة كذا جوابها كذا سمعت ما أظنك تموت على الإسلام. يقول فلان جيت تنظر حالا وما تدري أراك تغرق في الدنيا إلى شحمة أذنيك. عبد القادر قصدتني من أجله وجيت لي حسن الظن به وبي من أجله أرى يرفعك حتى تفوق مراتب الأولياء في زمانه كله. انصرف هذاك الأول مرت عليه الأيام والسنين وسلط الله على قلبه محبة مرأة نصرانية وراح يجري وراها واشترط وأهلها يتنصر. حدثته نفسه وابليسه قال تنصر كم أيام خذ البنت منهم وبعدين رجع للإسلام وتنصر. شفت نتائج سوء الظن فين وصلت؟ لا إله إلا الله. وراح
في النصرانية وشرب الخمر ومات وهو سكران النصراني والعياذ بالله. الثاني تولى القضاء في بغداد. والجيلاني وصل الذي قالوا حتى صار أولياء زمانه كلهم تحت رايته بحسن ظنه وأدبه. يلا بالتوفيق. وجاء أيضا سؤال عن حديث الذي غلبه الخوف وقال لأولادي ضروني بعد تحرقوني ضروني في يوم ريح عاصف في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا خوفه لم يكن مجردا، وما خاف إلا وهو من جملة ظني بأنه قادر وقوي ويفعل ما يشاء. وما بين أن تكون معارفه محدودة وما بين أن يكون معنى لأن قدر الله علي يعني ضيق علي يعني أراد أن يعذبني أو مع كونه اسمها محدود المعارف وظن أن الله بعد ذلك ما يتمكن من جمع فكان معذورا لجهله وما عرف ذلك على يد نبي ولا أحد من العلماء فقبله الله بكل ذلك وما كان قلبه خال عن أن هذا القادر القوي الفعال لما يريد إن حاسبه عذبه وإن عفى عنه فهو العفو ولكن غلبه الخوف على رجائه فلم يخيب الله تعالى رجاءه وهو الفعال في عباده ما يشاء. لا إله إلا هو. فلا خوف مجرد يمكن أن يوصل إلى النجاة من النار ودخول الجنة، بل الخوف المجرد جناية في الإيمان على معرفة الواحد الأحد. ولا رجاء مجرد يمكن أن يوصل الله إلى المراتب، لكن رجاء مجرد زندقة تبعد عن الحق جل جلاله. وما من خوف صحيح إلا معه رجاء صحيح، ولا من رجاء صحيح إلا معه خوف. فالله يملأ قلوبنا بخشيته ومحبته ورجاه. وقال طاووس اليماني لمن استوصاه: خف من الله حتى لا يكون شيء أخوف عليك منه وارجه أعظم من خوفك منه. وأحب للناس ما تحب لنفسك. اذهب فإنك إذا عملت بهذا فقد عملت بما في التوراة والإنجيل وزبور القرآن. خلص يا رب وفقنا وأعنا وخذ بأيدينا برحمتك يا أرحم الراحمين.